اسمك عارف؟ اي نعم. طيب بطاقة المناوبة كتير حلوة، فيني أخدها؟ إذا أخدتها شو بدي أعمل؟ هلا أنت أعطيني إياها وأنا بقول لك شو تعمل. ما بتعرف شو بدك تعمل ما؟ بس أنا رح أقول لك شيء، ما رح تخبر حدا عن يلي صار. مفهوم يا عارف؟ طيب خلاص، مثل ما بدك. أكيد لا. أنت عم تمزح؟ لا، اليوم نحن مع بعض. فرحتي ما؟ فرحت كتير عن جد، هذا الخبر كتير حلو، ما كان ناقصني إلا أنت. ساعدك بشي؟ عن جد أنت بدك تساعدني؟ لك عم بدي غير المدرسة، غير المدينة، غير الدولة كلياتها يا طولان. الدولة كلها؟ مثل ما سمعت، منه منعتبره هجرة عقول. خلص روح، تركني بحالي. إيه لا، ماني تاركك. أنت منيحة؟ منيحة. هيك رح تضل فوق راسي كل الوقت؟ مو معقول. وأنا كنت عم فكر بنفس الشيء. أنت شو؟ روح هلأ، يلا خلص، يلا روح، لو تعاقبت مؤبد أحسن. أنا عندي شغل كتير، روح من خلقتي. مع الأسف، نحن رح نضل هيك، حاولي تتعودي. عفواً، بالغلط. لسه في عنا شغل كتير، رح نكون مع بعض وننظف الصالة الرياضية. يسلموا إيديك بابوش، عصفورك أقول. طيب، لسه في عنا شغل، مثل إنه ننظف غرفة الموسيقى. تسلموا إيديكي تيتان الصغيرة، عصفورك علي. لازم ندهن غرفة الإضاءة. الغرفة صارت بتجنن، جوكان. شو يا طويل؟ بدك يانا ندهن مع بعض؟ تعمل حركات آل رومانسية، ندهن أنف بعض ومدري شو؟ ما رح نعمل شي من هاد، لا تحاول تحلم. إيه؟ لسه في صف التكنولوجيا، لازم ننظفه منيح. يلا لنشوف. اوه صاروا ثلاثة. الصف مثل الورد، ان شاء الله يكون عجبك اختي. سنان، مبين انه ما حدا فيهم كان قاعد. ما زبطت معك هاي المرة، لانه خلص العقاب يا شاطر.